نستطيع أن نقول بكل قوة إن فكرة العصمة فكرة إسلامية وقرآنية، وهذه الفكرة مطروحة في القرآن الكريم. لم تنشأ هذه الفكرة في العهود المتأخرة، هذه الفكرة مطروحة في القرآن الكريم ومطروحة أيضا في أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذا كان الصناعة كلامية لوجب أن تختلق، أن تصطنع في العهود المتأخرة، فكيف جاءت في القرآن الكريم؟ أنا أذكر لكم نموذجين إن شاء الله، النماذج مستوفات سوف تذكر فيما بعد، ولكن أذكر لكم نموذجين، نموذج من القرآن الكريم ونموذج من أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي تشير إلى هذه الفكرة بنحو من الأنحاء. القرآن الكريم يقول حول الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أليست هذه فكرة العصمة في بعدها الأول؟ إذن القرآن الكريم يقول لنا بأن الملائكة، بأن هنالك خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القرآن الكريم، نذكر هذا النموذج وندع شرحه لحديث آخر. الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أليست هذه هي العصمة؟ فإذا هذه الفكرة، هذه العقيدة، عقيدة قرآنية وردت في القرآن الكريم. نأتي إلى النموذج الثاني. النموذج الثاني أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا نريد الآن أن نستدل بالأحاديث التي رواها أتباع أهل البيت، وإنما نريد أن نذكر نموذجا من النماذج التي رواها الآخرون وصححوها وفق مبانيهم الدرائية والرجالية. أنا أذكر حديثا واحدا رواه الحاكم وهو من كبار علماء السنة في كتابه المستدرك في المجلد الثالث صفحة 124 وصححه، قال: هذا حديث صحيح الإسناد. راجعوا بقية كلامه في المستدرك. الذهبي الذي هو من كبار نقادهم، وما جاءت فضيلة لأهل البيت إلا وحاول أن يضعفها. الذهبي يقول هذا الحديث حديث صحيح. روى الحاكم في المستدرك عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي رضي الله عنه، أتقيد بالعبارة المذكورة في المستدرك، يوم الجمل
فلما رأيت فلان واقفتان المرأة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر. الله تعالى ما يخلي الحق غامض، حق واضح، بس أكو حوله شبهات. واحد ما لازم بهذه الشبهات يضيع الحق. الله موجود لو مو موجود، واضح الله موجود. أكو واحد يشك الله موجود، بس حول هذه القضية الواضحة أكو شبهات. النفوس المريضة، هذا دققوا في حياتكم، لا تروحون حول الشبهات، حتى إذا شبهة ما تمكنتوا أن تحلونها، أن تحلوها حول موضوع واضح. واضح الله موجود، ما يمكن يشك. الآن فلان قضية، لماذا تحدث الزلازل في فلان مكان؟ ما أدري، منتهى القضية. لا تخرب هذه العقيدة الواضحة عندك. علي بن أبي طالب واضح لا يشك فيه، الآن شبهة أكو، فلانة واقفة أمامه، لا تنظر إلى هذه الشبهة، تمسكوا بالثوابت. هذا خط عام يجب أن يكون في حياتنا. فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين وياه ضد الجبهة الأخرى التي تقودها فلانة وطلحة والزبير. فلما فرغ ذهبت إلى المدينة، فأتيت أم سلمة فقلت إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، ولكني مولى لأبي ذر، أنا ما أطلب شيء مادي ولكن عندي سؤال. فقالت مرحبا، أو عندي قضية أريد أن أطرحها. فقصصت عليها قصتي، فقالت أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قالت أم سلمة أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن، والقرآن مع علي لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. القرآن معصوم أو لا؟ بلي، القرآن قطعا كلنا نعتقد أنه معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالقرآن معصوم. إذا كان علي مع القرآن وكان القرآن مع علي، المعية الطرفينية، لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يتفرقا، لن تفيد كما يقول أدباء اللغة العربية تأبيد النفي. شنو معناه؟ هذا معناه العصمة، يعني علي لا يمكن أن يذنب، كما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنص القرآن الكريم، فعلي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكل موقف وقفه، كل كلمة قالها هي الحق. هذا معنى العصمة في بعدها الأول. هذا أيضا اختراع شيعي، هذه أيضا صناعة كلامية شيعية، هذا حديث النبي الأعظم في اليوم الأول. لا ترتبط بالتحدي الذي قام في العهود المتأخرة، وليس كتابا شيعيا.
فإذن نستطيع أن نقول إن فكرة عصمة أهل البيت أو العصمة بشكل عام هي فكرة قرآنية احتوى عليها القرآن الكريم وذكرتها أحاديث أهل البيت الصحيحة عند علماء العامة.